أثرت الشركة الأم لتطبيق سناب شات مليار وثلاثين مليون دولار إثر تغريدة لنجمة التلفزيون الواقع كايلي جينر، قالت فيها إنها لم تعد تستخدم التطبيق المجاني لتشارك الصور والتسجيلات المصورة. وغردت جينر التي يتابعها 24.5 مليون شخص عبر تويتر: هل أحد غيري لم يعد يفتح سناب شات أو أنا بمفردي؟ هذا أمر مؤسف.